الرحيم. انا جيت لتحقق هذا المركز اللي يلاه تم افتتاح ديالو. قال لي الشرف ان اول واحد غادي يتلقح فيه، وكان نصح المواطنين باش يلتحقوا باقرب مركز ديالهم باش يتم التلقيح ديالهم. وهذه هي الجرعه الاولى اللي تلقحت بها، ونتمنى ان شاء الله الجرعه الثانيه تدوز بخير وعلى خير. وي التراخي ديال المواطنين كيزيد يصعب المهمه ديالنا، وان شاء الله المواطنين غادي يحسوا بالصعوبه ديال هذا الوباء، وكل شيء غادي يتم التلقيح ديالو، ونكون ان شاء الله نوصلوا لمناعه جماعيه ان شاء الله. سامي تخلعش وداك الشيء والله مالك الحمد. كنت شكون هاد الناس هادو اللي مديرين هاد الدعم هذا؟ صراحة الله يجازيهم بخير، صراحة خدامين مع الشعب وكنشكرهم بزاف. الناس ديالو الصحة الناس كاملين، كاع الناس المسؤولين كنشكرهم كاملين. انت هادي الجرعة الأولى ولا الثانية؟ هادي الجرعة الأولى. واش كتنصح المواطنين؟ باش كلشي يدير التلقيح ديالو. جينا دقينا الجلبة الأولى مزيانة، الهلال الأحمر، كلشي مزيان هنايا، هو هذا كلشي موجود. استقبال مزيان، كنصح الناس يجيو تا هما يلقحوا اللي باقي ما لقحش. هذه اول مره انا كنجي، مزيان داكشي، هادشي اللي كان كنتي مخلوع منه ولا ولكن داكشي مزيان، مخلوع منه ولكن داكشي مزيان. هو الشفاء ان شاء الله. ثلاث الاسابيع دابا تلقيتي الجرعه الاولى؟ تلقيت الجرعه الاولى ثلاث الاسابيع. جوج قالوا في ثلاث الاسابيع ترجع. قلت له انا مسافر، قال لي فين ما مشيتي خصك تدكا عاج. يعني اي مدينه اي مدينه ندك فيها الجرعه الثانيه. السلام عليكم، انا متطوعه هنا بالهلال الاحمر. استغليت الفرصه وجيت درت هنايا اللقاح في هذا المركز نهار الافتتاح ديالو. يعني اي واحد كيتلقح اي واحد يمكن لي يتلقح، واخا ما عندوش غير الموعد في بلاصه اخرى يجي يتلقح هنا، ماشي مشكل، ما بقاش هذا الاشكال. طيب، أجل البركة.